السؤال الثاني يقول: إنني أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيدا عن الأوقات المنهية عنها، وكذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات شتى، وكذا التطوع بالصيام في أيام مختلفة. كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت، خوفا من عدم المواظبة عليها لئلا أقع في البدعة، فما الحكم في ذلك؟ زادك الله حرصا على الخير، والاكثار من النوافل، من صلاة النافلة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير أمر مطلوب ومشروع. وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في أوقات معينة، مثل الراتبة مع الفريضة، الراتبة القبلية أو البعدية بعد الفريضة، وكذلك الوتر، هذا مرتب في الليل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، كذلك تهجد من الليل، هذا ينبغي المداومة عليه، ينبغي المداومة على أداء الرواتب مع الفرائض، ينبغي المداومة على الوتر فليتأكد، نعم. وينبغي أيضا أن يكون له نصيب من صلاة الليل ويجعل آخره وترا، كذلك صلاة الضحى، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادات موظفة وموقتة في مواقيتها الشرعية، وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. كذلك المداومة على ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح لا حرج فيه. الصلاة النافلة كما ذكرنا إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد ذكرت أنك تتجنبها، والحمد لله. نعم.